السلام عليكم. أول مرة نطلع لكم شي فيديو وأنا كنبكي، لكن الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. نجمع في الباليزة ديالي، مشكلة ما موجودة والو. دائما فيما كتكون عندي شي سفرية ولا شي حاجة كيكون عندي حوايج جداد كنوجدهم، ما عندي والو. أكثر بلاصة وأكثر سفرية كنت محتاجة ليها، ولكن جد ما يمكنش لي نصلي. انا عندي مشكل ديال لي زغمون حتى كيوصل ما بيض، مره كتبقى تخربق ليا. ربي عارف شحال انا محتاجه. انا ويا زعما دابا غندير لكم فيديو وانا كنجمع في الفاليز وكنوجد معاكم. كنت عارفه حتى لقيت راسي. المهم داك الاول لا فيديو كان ما غادي نحطها، غنبدا لكم نشرب الفكا. الحمد لله كيقول لك البكاء موراه الفرج، وانا من النوع اللي كنت ما كنقدرش نبكي، ما كنبغيش نبكي قدام الناس. يعني دايما كنبغي نبكي كنبكي غير راسي، دايما كنسد عليا غير بوحدي عاد نبكي، ما كنبغيش نبين الضعف ديالي. لكن الحمد لله ولات عندي هاد القابليه انني نبكي قدامكم دابا. المهم راه ما دايره لا ميكرو ولا حتى شي حاجه، ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا، حيت كنت عواله غادي نبان لكم غير كنجمع وداكشي، ما كنتش عواله غنهضر، ما فياش لي نوض يجيب. الحمد لله انا في هذا اليوتيوب ملي رجعت لكم رجعت بالحقيقه. كنطلق الكاميرا وكنبدا كنصور لكم، كنفكرش كيفاش كنبان، كيف داير داكشي، شنو غنقول. المادي درت فيها الملابس الداخليه وتقاصر، وهذه ان شاء الله غادي ندير فيها لي فولار باش ما يبقاوش يتخربقوا ليا فوق مع الحوايج. ما عنديش حوايج بزاف، فرجعت على غفله، ربي هو اللي كتبها ليا. صافي هادشي اللي كاين، نكملوا الباليزات ديالنا ومن بعد ونعاود نهضر معاكم. انا في المطار دفعت الباكاج ديالي، طبعت دوزت كلشي، ما صورت لكم حتى شي حاجه صراحه، حيت كيجيني داكشي. او هذا واقيلا هو مهدي اللي من الصباح وما كيعيطوا عليه، حتى واحد من الصباح ما كيعيطوا عليه. مهدي هو ما كاينش في هاد العالم. النداء الاخير. المهم هاد الجلسه هنا في المطار، هادشي بحال هكا كيعجبني. ملي مشيت حالات ملي تكون معايا صاحبتي رحمه ومين كيكون بوحد. تحيه رحمه من هاد الفيديو. بقى ساعه للطياره ديالي ان شاء الله. ثم كرهت الباسبور ديالي يكون كامل عامر، هنا يولي عامر صراحه. هاد العام ما سافرتش كاع، كاين عندي عامر صراحه. كاين عاود من اللور، ما عرفتش علاش كيبقاو يديروا ليا من اللور. سالينا، باقي لي هاد الوراق كاملين خصهم ان شاء الله. يا ربي الله يجعل ايامنا كلها سفر وافراح ومسرات. صراحه كنفرح وخصوصا في هاد السفيره متحمسه ليها بزاف. تخيلوا جايه عاوتاني في الطريق وكنبكي، ولكن الحمد لله على كل حال دائما وابدا. ولكن ما عرفتش واش غادي ناخذكم معايا لقطه بلقطه في الفواياج ديالي كامل، اولا غادي تنبروفيتي، حيت دابا في الاول ما غاديش نبروفيتي. يلا تلاقاو كي نوصل للوجهه ديالي. دابا ما عرفتهاش بالعنوان، حيت باغي نكتبهاش في العنوان غالبا. ندير لكم هاد اللقطه الحامضه ديال صحاب 2019. كندير انا يلا باي. رجال المكان باقيين شاديني، حنا مازال في المغرب. تخيلوا قبيله كليل، شوفوا دابا النهار وانا مازال في المطار. شوفوا وجهي غيبان لكم على حالة. يا المود نعس وما بغيتش نعس، كنقول خليني تنركب في الطياره باش نعس. هذيك الست سوايع نعسها كامله، ساعه صدق الطياره تعطلات. كيت واحد شويه صراحه داتني عيني واحد شويه، حيت جاني ميساج قالوا لي انكم كره الطياره غادي تعطل بواحد الساعه. قلنا ماشي مشكل. من موراها عمرت التليفون على الوقيته اللي قالوا لينا فيها، ملي مشيت كتسحبني مشات علي الطياره حيت ما لقيتش الناس تماك. لقيت المضيفات غسيولات وتزبعات ديالي، خليكم ليلي. قال لك كاين شي عطب في الطياره ويمكن ليها تانولا كاع، زعما يمكن هاد الرحله تانولا تيديروا واحد اخر امتاش ما عرفتش. المهم حنا مازال هنا في المطار،
جبت حليب ما يبانش لكم ها لا ما تضحكوا عليا فيما كنكون مع شي واحد ولا شي وحده وكنكمون بالحليب كيبقاو يقولوا لي قال لي شوفوا جي كيفاش كيبان لي كيبان عندي الدوفي وانا ما عنديش الدوفي حيدا زعما كرواسا بسم الله وقف خونا شكون اللي كتعصبوا هاد الشربه واحد الاخت من قبيله تجي حاضرين لهيه سيارات انولوس حتى الغدا كنشد الكاميرا من تحت باش ما يبانوش الناس ومديرين احتجاجات باش يديروا معنا حد ما عرفتش واش ما غنديروا فين هي كي دايرين ترى ما نعساش دابا ما نعساش مرلي دا 5 5 خلي الكلاس هذا مطول خديت هذا عندي وحده في الدار وصيفه اللي زوينه فاتها باش تسديو بنيك فينالمون انا في لوتيل ما يمكنش شحال المهم خليني انت نرتاح وانا نهضر معاكم وري قبل ما ترول لا شومبر نوريها لكم صافا هذا الزمان تخبط الباب معاكم ندخلوا كاينه التواليت تدوز حاجاكم اعزكم الله هادي نحط الساك هنا كاينه لا ماشين ديال القهوة اليو لي فاليز ديالي طلعوهم ليا هادي ديال لا شومبر صافي هي هادي من الجهة لاخرى هادي هي انا حتى حال ها من مورا ديك التمرميدة اللي تمرمدنا في المطار جيت تكيت فقت نعست فقت مريضة ما قدرتش نتحرك هبطت لتحت للفارماسي كاين هنايا حتى لوطيل قلت ليها شنو دوي الحلاقم عطاوني اونتيبيوتيك عطاني واحد اللعيبه جيت شكليت وشربت الدواء تيجي على غفله صراحه صافي رجعت على غفله وهنا عرفت المبدا ولا الكلمه ديال اللي تيقولوا باللي هاد البلاصه هي اللي كتختارك تجي لها ماشي انت اللي كتختار تجي لها كنت غادي نجي كنت اخترت واحد لامي ديالي عنده افونس كيتكلفوا بالناس كيديو لو كروب وداكشي صراحه التعامل ديالهم زوين كنت اخترته على قبل باش يشوف لي لوطيل وعلى قبل داكشي كامل مابقاش عندي الوقت عاد باش نشوف ونقلب وتاتي تعطاني انا المهم صيفط له ميساج بالليل قال لي انا ديك الساعه راني مريضه راه غدا ان شاء الله غادي يجيو واحد الجروب من المدينه وغادي يديروا عمره فلا بغيتي ديري معنا عمره اون جروب قلت اه مزيان الحمد لله يكونوا رجال وعيالات مغاربه يعني غادي يكون المحرم ديالنا وميم طو كيكون القيد اللي كيكون كيقول الدعاء انت كتقولي مورا كيعطيك الارشاد اكثر كيفهمك اكثر واخا راني كندير لي غوشاش وكنقلب ولكن غيكون معك تبارك الله ما شاء الله حجاج وناس طروا الناس فغادي يكون حسن ففرحت قلت يا ربي عفتو قلت يا ربي الفيق الصباح وما لقاهاش فيا يا ربي ما لقاهاش فيا ونمشي ندير معاه عمره قلت له صافي ان شاء الله انا غادي نشوف واش غادي نقدر ولا لا قال لي صافي خت الصباح دوشت صراحه ما لقيت فيه حتى شي حاجه بقيت كنتسنى جا العصر ما زال كاين غير صافي تذكر الفرح حيت اصلا صافي ما كاين والو حتى شي حاجه صافي فرحت صافي ديك الساعة نويت زعما نويت العمرة بالكامل الجوارح ديالك حيت راه أهم حاجة في المناسك كاملين هي النية وراه في الأعمال ديالنا كاملين ماشي غير في المناسك فعاودت دخلت دوشت بنية العمرة صافي لبست حوايجي ومشيت لجامع أمنا عائشة هذاك الجامع هو بحال الميقات ماشي بحال الميقات هو ميقات يعني كتمشيو ليه وكتعقدوا فيه النية واحد من تما كاين يعني كتعقدوا نيه العمره بكامل بالقلب ديالكم كامل الجوارح ديالكم وعاد كترجعوا كيمكن لكم غير تمشيو وترجعوا راه مقبوله لكم مستحب هي ماشي فريضه وانا تصلي جوج ركعات تما كاين عاود رجعت للوطيل بعدا قبل نسيت ما قلت لكم نويت الصيام بالليل نويت الصيام قلت يا ربي ما نلقاهاش يا ربي نويت الصيام الحمد لله شكرا لله على فضل الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله شكرا لله على فضل الله الحمد لله شكرا لله على فضل الله مبغاش نبكي الحمد لله شكرا لله على فضل الله غادي ندير عمرة دابا إن شاء الله بإذن الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. ما عرفت واش غادي نصور ولا لا، ولكن عرفت واحد الشعور حاسه به. الله يرزق اي واحد، الله يرزق اي واحد، الله يرزق اي واحد هاد اللحظة يا رب يا رب. يلا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك الوصول الى الاسفل. الحمد لله شكرا لله دائما وابدا. الحمد لله، الحمد لله ان ربي اصطفاني من بين الناس وكتب لي هاد الاجواء انا اللي نعيشهم، ولا هاد الاحساس انا اللي نعيشه المره الثانيه. شبعت ديال البصاص صافي جعلها عمره مقبوله يا رب. صراحه ما صورتش الا بعض اللقطات حتى الاخر صافي. ملي سالينا الطواف داروا بحال هكا، داروا لينا بحال هكا، دخلنا حتى لحدا الكعبه مشيناها، من مورا مشينا صلينا الركعه، درنا الصفا والمروه، كملنا العمره ديالنا. كنا كنقطعوا شعرنا تماك، مي قال لي من الاحسن تمشي للهوتيل وقطعي العمره. صافي يلاه رجعت دابا الحمد لله، الحمد لله تسخف. انا بقيت حتى صليت الفجر اصلا، ما صليت حتى شي ربعه، مشينا كلينا بالزربه. الله يتقبل منا ومنكم. شوفوا لي وجهي كيفاش عيان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا يا ربي. كنحمد كنشكرك يا ربي، والله يرزق اي واحد هذا الاحساس. دابا غنمشي لا شوم، غادي نضرب اكبر ناس في تاريخ البشريه. الحمد لله وشكرا لله على فضل الله. فرحان عرفتوا علاش؟ حيت كنت خايفه من الاخت الماسونه اللي جاتني، لكن سبحان الله تيسرت بواحد الطريقه غريبه. كنت في بلاصه ما كنت غادي نديرها بوحدي، درتها مع جروب وكان الجو وداك الشيء احسن. خصكم تعرفوا باللي غير النهار الاول هو اللي كيكون فيه العمره، اما دابا هاد الايام اللي حنا فيها دابا هنا راه نورمال، كتفيقي كتوضي كتمشي كتصلي، موراها كتاكلي كتعاودي ترجعي، يعني عادي بحال راه كتمشي تصلي في الجامع كتمشي كتصلي تماك في الحرم. زياده على هذا الناس راه كيكونوا بزاف، راه ماشي دائما كتصلي حدا الكعبه، واحد كيصلحوا فيها وكيبزها فيها بزاف الامور، فما كتخليكش كيف كانت شحال هذه، كيف جيت انا دابا شحال هذه، دابا شي عامين باش درت العمره كتصليو قدام الكعبه. دابا كاين الاصلاحات فكتبقى تصليو لداخل فما كيبان لكم والو، بحال راه كتصليو في جامع وصافي. داكشي علاش الناس اللي كيبقاو يصيفطوا ميساجات ويقولوا انتم في العمره وتتصوروا، انتم مشيتوا تعبدوا كتصوروا، كيفاش راه كتصور راه كتوثق اللحظه، واش انا حياتي كامله كنبقى كنصور وغنجي حتى تماك وما غاديش نصور؟ نورمال نورمال نصوروا، حتى داك ملي كتعاودوا تشوفوا داك الفيديوهات كتحسوا بداك الفيلينغ اللي كتحسوا به تماك. اما مثلا الا ما صورنا ما درنا حتى شي حاجه غيبقى لك داكشي غير في الدماغ، وشويه بشويه كيبدا كيتناسى حيت هذه هي الفطره ديالنا. ولكن ملي كتصوروا كيبقاو عندكم بحال واحد لي سوفونير اللي كتقدروا فيما كتشوفوهم كتفكروا كاع دوك لي سونتيمو اللي كانوا تماك. اليوم غادي نمشي واحد لوطيل واحد اخر، فهاديك الساعة ناخدكم معايا وناخدكم معايا في الأجواء في العمرة وداك الشيء. غنحاول نصور شويه ديال الفيديوهات اللي نقدر نبوستيهم معاك في انستغرام ولا لي ستوري ولا في تيك توك، حتى تمشيو تشوفوهم. قولوا لي في التعاليق شنو تبغيوني نصور لكم، واش تبغوني ناخدكم معايا في شي نهار ونبقى غير تطلق الكاميرا وتعيشوا معايا الأجواء. باي باي.